أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كنت أصلي نافلة تحية المسجد. نعم. كنت أصلي نافلة تحية المسجد. نعم. فجاء شخص وصف معي، ولما انتهيت من تحية المسجد قام وأتى بركعة ثالثة وكأنه يصلي فرض المغرب وعليه، فهل يجوز للمفترض أن يأتم بمثلي في هذه الحالة؟ وهل يجوز لشخص آخر أن يأتم بإنسان قد سبق في صلاة فيكمل معه؟ نعم، كل هذا يجوز والحمد لله، كونه أحسن من كونه يصلي منفردا. فإذا جئت واحد يصلي نافلة فلا بأس أن تصلي خلفه أو معه فريضة، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف معاذ رضي الله عنه، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي في قومه، هي لهم فريضة وله نافلة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا أحسن من كونه يصلي منفردا. نعم.